الآن نعرف أنه الوضع مع المتغيرات التي تضرب العالم، إن كانت أزمات الحروب، أزمة غزة، حرب أوكرانيا، نعم المملكة العربية السعودية هي أول من بدأت في مسار الحلول بواقعية حقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية عبر الثنائية، ومن ثم الرباعية، السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، الإمارات، وأضيف إليهم في منبر المنامة الآن البحرين تصبح 5 دول. ولكن الوضع يعني خلق حالة عدم استقرار من جميع الأطراف. ودائما كنا نذكر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كانت تتعامل مع هذه الحرب العبثية كأمر واقع، رغم أننا نحن في كيف أمر أنا واقع وجهة يا سيد محمد؟ كيف يعني أمر واقع؟ جهتين متضاربتين، صراع على او انتهازيه شخصيه، طموحهم السياسي سينتهي مؤخرا حقيقه. ولكن انا من وجهه نظري كنت ارى انه لابد من رابح وخاسر، وهذا طرح مؤلم حقيقه، ربما يفتقر الى الاخلاق السياسيه، ولكن هذا الوضع لابد انه رابح خاسر، لا يمكن الكل رابحون. طيب سيد محمد، فالوقت دعنا ننتقل لنقطة هنا عن مقارنة يعني بين ما يقوم به الاتحاد الأفريقي والإيجاد. يعني تجدهم الاتحاد الأفريقي والإيجاد بيتحركوا دائما بالسرعة في حل أزمات السودان، اتحركوا قبل ذلك في دعم الانتقال الديمقراطي، بينما يغيب عندك الجهد الفعال من قبل الجامعة العربية والدول العربية. لماذا يا سيد محمد؟ الغياب الملف السوداني للأسف الشديد أنه لم يضع الآن وفق الأولويات نظرا لحرب غزة وأزمات المنطقة في الشرق الأوسط. ولكن هو يعني فعلا كان هناك اهتمام عبر منبر جدة من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية برعاية، وكانوا يعني لدرجة أنه الآن تطور الموقف لمنبر المنامة عبر القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وأيضا نائب القائد يعني هل الآمر نفهم أن وكبة. تحول الملف الآن من جدة للمنامة يعني؟ هو لابد أن تكون ملفات متوازية، وإن ذكروا ملف المنامة هو نسخة مطورة متقدمة من ملف جدة، وخاصة عبر تمثيل الفرقاء في السودان، ارتفاع السقف للتمثيل، ربما آلية صنع القرار ربما أقرب. ولكن هل الوضع هناك الآن تنسيق طيب سيد محمد بين المنبرين، بين منبر المنامة وجدة هنا؟ هو منبر واحد حقيقة، يعني فنيا تقنيا لوجستيا منبر واحد، هو الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، مصر، الإمارات، والآن أضيف إليها البحرين. ربما يعني ضمن سلسلة لابد الأعمال تكون متوازية وكل يكمل الآخر. ولكن الآن يعني أنت ذكرتي الإيجاد والاتحاد الأفريقي. نعم الإيجاد والاتحاد الأفريقي أنا أتذكر أنه مع بداية باختصار نعم الأزمة أنهم طلبوا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عبر الثنائية أنه التدخل، لأنه هناك أيضا انقسام ما بين الفرقاء، إن كان المجلس الرئاسي لا يرغب في الاتحاد الأفريقي أو نعم حتى الإيجاد، بينما قوات الدعم السريع هي تؤيد دخوله. ولكن ما هي الحلول طالما الإرادة السياسية يعني متراحلة؟ يعني تفضل.